برحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده في برنامج ادهى. اليوم انتم زي ما انتم شايفين وراي في حجار، اليوم احنا في محجر رح نشوف اذا البنت ادهى تشتغل على منشار الحجر ولا لا، بشكل عام اذا بتقدر تحمل كمان الحجار ولا لا. خليكم معنا. شفت صبية بتشتغل في منشر أو منشار الحجر، شو رأيك؟ لا يجوز. ليش؟ صبية تشتغل منشار حجر، إنه هذا شغل تعب وشغل أثقال وشغل، فبدو الشباب وصبية تشتغل منشار حجر، يعني عفوا لما تشتغل منشار حجر بتكون في وضع مش لائق جدا إلها. بينفعش البنت تشتغل في الحجر. ليش؟ فيش عندها الطاقة. وإذا بقول لك إنه أنا اشتغلت بهذا الشيء اليوم. وأنا بحكي لك إنه أنا اشتغلت بهذا الشيء. إيه شو يعني؟ إيه يعطيك العافية. ممكن التجربة حلوة برضه إنه الواحد يجرب. بس الشغل اكثر شيء انه بيرجع للشاب بالذات في الحجر، او مثلا اي شغله ثانيه اما بالحجر ممكن انها صعبه شوي. بس كان هو عباره عن تشغيل الات وتحريك الات من مكان لمكان، انه مع هلا التطور اللي عم بنشوفه بطلنا نشوف زي زمان انه خلص هي تحمل الحجر او هو يحمل الحجر. مزبوط هذا الشيء، بس انا عشان ساكن في الخليل، انا مش من رام الله، انا اكثر شو انه بشوف الاشغال هاي، وعندي اخوالي محجر بشوفهم بدقوا على ايديهم وبيحملوا بعض اوقات على ايديهم، صحيح انه في عندهم الات بس برضه الشغل على الايد اكثر من الماكينات. عشان هيك انت من وجهه نظرك انه مش صح المراه تشتغل بهذا العمل؟ هو تجرب بس مش انه شغل دائم، تجربه حلوه انه تحل وتجرب البنت، بس مش دائم الشغل. طب اذا ما كان لها رزقه الا من هناك تشتغل، فيش عندها اي مشكله، بس تشتغل على شيء قد طاقتها، ما تحملش هلا طاقة أكثر من اللي هي بتقدر عليها. طب لو إجت حد من قرايبينك البنات وحكوا لك بدنا نشتغل بهذا المكان؟ تشتغل فيش أي مشكلة، ولو قدام بدنه تشتغل نحن ندور لها على شغلة أحسن. إنه هذه لو جربت الشغل تجرب، بس نلاقي لها شغل أحلى. شفت صبية بتشتغل بمنشار الحجر. ايش يعني؟ شو رأيك بالموضوع؟ يعني بكون مش مقبول علي. ليش؟ أول شيء الشغل صعب راح يكون عليها، لأنه هذا شغل يعني بده قوة، والقوة يعني في الرجال أكثر من النسوان. طب وإذا قلت لك إنه أنا اليوم بقيت بمنشار الحجر وبقيت أقص وأشتغل في منشار الحجر. أنت متعودة يعني؟ لا هو أول تجربة، خلينا نحكي أول مرة. قصدتي؟ يعني بصراحة بس كان هو شغل شاق فعليا. طب اذا انت بتقولي عنه شاق، كيف بترضي له يعني ناعمه زيك؟ هلا مش قصه انه برضى او ما برضى، بلكي الظروف الاجتماعيه هي خلتني اروح لهذا المكان. والله ممكن حال ثاني، اذا ظروف اجتماعيه وهي قادره على الشغل كل التحيه والاحترام. طب برايك المجتمع الفلسطيني بيتقبل انه صبيه تدخل على منشار الحجر، واحنا بنعرف هذا الشغل بس متعارف عليه للشباب فقط؟ ممكن بتقبلوه بس بصعوبه. انت مع او ضد، بتايد هذا الشيء ولا ما بتايد؟ هلا انت بتحكي لنا القدره الجسديه للمراه ما بتقدر تتحملها بالنسبه للشغل هذا للرجال، يعني مش للنساء، هذا نقطه. يعني ما اظنيش انك تكون مره تشتغل في مجال اعمال. شو قصدك مجال يعني عامل شيء ولا تساعد مثلا شغل الرجال؟ هلا بشكل عام تكون متواجده في منشار الحجر وتشتغل مع الرجال هناك. طلع بالنسبه لمجال الشغل في المجال هذا، يعني انا بغض النظر بالنسبه لي شخصيا ما بقبلش في الشيء هذا. يعني ليش؟ لأن بالنسبة للرجال اختلط مع الرجال، يعني يكون في زيادة، يعني بالنسبة للرجال نظرة سيئة بالنسبة لي. طب ما هي بتشتغل في البنك، بتشتغل في المستشفى، بتشتغل في كل الأماكن هي والرجل مع بعضهم البعض، وهو اختلاط يعني. هو تقريبا نفس الشيء، يعني سواء في الموظف سواء مثلا في أي محل في أي شركة أو بناء العمل نفس الشيء، يعني نجي نفس النطاق، يعني سواء مثلا مهندسة نفس الشيء بيشتغل مجال البناء. طب ليش في منشار الحجر لا، مع إنه اختلاط كمان؟ لانه هو الشغل هذا تعب، يعني تعب، لانه تكون البنت يعني شويه حساس اكثر من الرجل.
واذا هي حابه هذا الشيء بترجع لها نفسها، هذه حريه لها شخصيه. طب المجتمع الفلسطيني بيتقبل هذا الشيء ولا لا؟ هو حاليا بيتقبل طبيعي يعني. اذا بقول لك انه انا اشتغلت اليوم في هذا الشيء، اشتغلت اليوم في هذا الشيء، هذا الشيء برجع لك يعني كل صلاح يعني بغير شكل لك. طب انت مع ولا ضد؟ انا مع ولا ضد، انا مني وعلي، هاي حريه شخصيه للبنت يعني، بس انا مني وعلي بقول ان المطرح هذا بصير يشتغل في البنت. ليش؟ لانه ثقيل عليها ولا لانه فكره المجتمع؟ لا، فكره اللي دائما احنا عندنا تخلف العرب دائما ان البنت لها يعني ممنوع تشتغل تقعد في الدار بس تخدم الزلمه، هذا عندنا تخلف احنا هنا هي. بس دائما برجع للبنت هذا الشيء، بس اما اذا بدها تشتغل في الشغل هذا، اما اذا بدها تشتغل محاسبه سكرتيره بس شيء زي هيك، اما تشتغل مشوار حجر ما حدا بيقول، ما حدا برضاها. وانت كمان ما بتقبلها؟ لا ما بقبلهاش طبعا، يعني بنتي يا اختي. لا شكرا ليلى. شكرا. طيب هلا في بعض الاراء ممكن تكون مؤيده وممكن تكون معارضه بسبب انه البيئه، زي ما حكينا البيئه المجتمعيه وشو ممكن انها تحكي والناس شو تحكي عليها. ممكن في بعض الناس زي ما حكى انه ممكن تقيل عليها، وفي بعض الاحيان ترجع البيئه المجتمعيه برضه هي اللي بتخلي الواحد كيف يفكر، او كيف انه سواء البنت او حتى الشاب انهم يشتغلوا في هذا المكان او لا. خلينا نشوف اراء الثاني الناس الثانيه. إذا قلنا لك في صبية بتشتغل في منشار الحجر، شو رأيك في الموضوع؟ لا ممنوع. ليش؟ شو ممنوع؟ عادات تقاليد ممنوع. شو الصبية تشتغل في منشار الحجر؟ مهما الشباب نفسهم مش قادرين يشتغلوا في منشار الحجر. طب عادي صبية بتشتغل في منشار الحجر، يعني بجوز الظروف دفعتها إنها تشتغل في هذا المكان. شو الظروف يعني؟ الظروف دفعت لها تشتغل في هذا المكان، في شغل كثير غير الأماكن هذه، غير المجالات هذه. يعني برأيك حتى لو الظروف في عندها ظروف المفروض في مكان ثاني، طب ليش ممنوع بالضبط؟ أنا بدي أفهم ليش ممنوع؟ غير العادات والتقاليد. صبية بتشتغل في منشار حجر؟ فكرة أنا اشتغلت اليوم في منشار حجر؟ أي نعم صحيح. أنا بالنسبة لي ضد هذه الفكرة يعني. طب المجتمع الفلسطيني بتقبل ولا لا؟ ولا مرة بتقبل. أختم بالخمسة إنها بتقبل إيش المجتمع الفلسطيني هذه الفكرة. شفت صبية بتشتغل في منشار الحجر، شو رأيك بالموضوع؟ شو أشوف صبية بتشتغل؟ إشي مش مقبول يعني. ليش مش مقبول؟ تشتغل في أي مكان، نظافة، بنك، سكرتارية، محاسبة، بس إنها تشتغل في منشار حجر هذا الإشي بيحتاج ل يعني إحنا كشباب بيحتاج لقوة، لعضلات، البنت ما عندها هذا الإشي. بس مع التطور صار في آلات، يعني فقط هي بتشغل الآلة. لا مش مقبول، لا حضاريا ولا اجتماعيا عندنا كمجتمع فلسطيني. مش متقبلين؟ لا لا مش مقبول. مشاهدينا وصلنا للختام في حلقتنا لهاللحظات بين مؤيد ومعارض في كل حلقة من حلقاتنا، إلا هاي الحلقة كان الأغلب معارض إنه الصبية تشتغل في منشار الحجر. البعض حكى العادات والتقاليد، البعض حكى من ناحية القوى البدنية، والبعض الآخر حكى لك فكرة الاختلاط. برأيي إذا كانت البنت عندها إرادة تشتغل بهذا المكان تشتغل، هي عبارة عن كبسة أزرار، ومع التطور التكنولوجي واللي عم بنشوفه بطل مصنع الحجر هو فقط عبارة عن شيل أحجار من مكان لآخر، صار في آلات هي اللي بتنقل من مكان لمكان، وفي كبسة أزرار فقط لا غير. لهون نكون وصلنا للختام، تابعونا في حلقات تانية في برنامج أدهى. إلى اللقاء.